الدخول المدرسي والليسانس ما حيتش بنادم الليسانس ما حيتو الكتوبه ما حيتو ولادو واقيلا يصيفطهم في طاكسي يحسن ليه بلا مابقاش بنادم يدي ولادو شدي ولدك مدرسه تمشي للخدمه صاحبي شحال خاصك الفري خاصك القليله واحد 20 درهم في النهار راه ايطرو ب 15 درهم ايطرو شنو هو ايطرو ايطرو هو رابع يلا تشقدي هذيك لك كثير هادشي الا ما كنتيش باز للمساكن الدراري اللي خدامين جوميه ولا فريزون وما تيشي طوال وتلقاهم مساكن كلشي كيحطوها في المازون الدويش اصاحبي الدويش راه صعيب باش يعيش هاد الغلا قتلنا بزاف اخويا داكشي اللي تنصورو لنا تنقسمو مع السطاسيونات اخويا ما بقيت ندي والو لولادي انايا تنجيب دي انا تنخدم السنهارات فيكس تنجيب ديك 160 درهم ولي دابا غاديها ب 90 درهم 80 درهم عندي باكيت الكارو تندخل ب 50 درهم للدار تدخل الدار تيفاجئوك بشي لعيبه تيقولك خاصك الزيت ولا خاص بوطارك عارف الدار كي داير بلان دابا على حسب الكيلومتر شحال تدير على حسب المسافه اللي تتجري انت في البريز ديالك 140 160 مع تنخدمها من 7 ل 3 ها تشتيني مع دخلت دابا السيد غادي يجي يشد عليا حتى هو لا ميم شوز فهمتي ولا لا من الروسيطه تتبقى مول الطوموبيل ديالو فيكس ونسبه للمازوت داكشي تيزيدو الشيفور تيزيدها من جيبو وكاع الدراري كاع ديال الدومين السائق المهني راه عارفين هادشي راه داكشي كاع داك الصرف داك اللي تنصورو تنعطيو للمازوت حنا دابا داكشي تتصورو ولا تتقسمو النص انا عاودت لك كيفاش قلت لك في الاول تتشيط لك واحد البركه والزحام وزيد داكشي ديال لي طرافو ديال الطرام كاين شي شوارع كبار مسدودين او ميم طور كليان تيطلبهم علاش الطاكسي دابا تيقول لي الا ما مشيتش تما حقاش مسكين غادي يمشي تما كورسه ديال 8 درهم ولا تيدير فيها ساعه الله روب ما مخرجاش سيرتو مع هاد الغلا هذا جابوه حتى للصيف والصيف اللي تتبغي الحركه السيركيلاسيو تيدور بنادم 300 درهم ولا داير من 9 دراهم ل 10 دراهم فهمتيني 15 درهم بزاف و حتى ليسونس دابا الماطر ولاو تيستهلكوا ليسونس بزاف هاد الفيتاس هذا فهمتيني هما خصهم ضروري ينقصوا منه واحد شويه باش الله يمسهلك ولا يقدر على باش يدير ليسونس يدير 20 درهم 30 درهم فهمتيني اما دابا راه مابقاش قاد تيكون غادي واحد البلاصه هو داير في ليسونس وما دايرش بحساب الموطور تياكل ليه ليسونس غيدير فيه 1000 ريال يعاود يزيد يعمر عاوتاني ليسونس خصو شويه تكيسو وينقصوا منه شويه باش المستهلك حتى هو يعرف كيفاش